فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا. ها؟ يقول: حججت إلى بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا ولم أطف طواف الإفاضة حتى الآن. كم إيش يقول؟ يقول: حججت إلى بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا ولم أطف طواف الإفاضة حتى الآن، أما قولكم جزاكم الله خيرا. تطوف الآن طواف الإفاضة، ما فات وقت تطوف. إذا كان أنك جامعت بعده فيكون عليك فدية، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.